السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال وحان ربا بشن شعبان إنا نو برارجينو فوائد بدن أو كجرتا ومركة كوباد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صحابي قلو رنجر أسامة بن زيد با وحوي دي يا رسول الله بشن وحان أركاين يتابل آد آد أصانتو محيطاي سرتا كو قرصون يا وحا كجراي إلا رسول صلى الله عليه وآله وسلم عائشة وحيلا ذا كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا بش شعبان يو سوم جري إن يرمو أغي يو سوم جري بش شعبان مركا محيطاي سرتا كو قرصون رسول كجوابي صلى الله عليه وآله وسلم وحيلا ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم بوري صلى الله عليه وآله وسلم وحديث إمام النسي صو صاري شيخ الألباني حسن وكرنغي مركز سرطة كوقرصون إن بشن لصوم اللباء الرمود وي ومركز كوباد وبلدتك أي هلمان سيهين أو لو بلود أو وحود حيا ووينو بلنتا بشه رمضان والأوجي هاي فضل جعيلة ليلة القدر وكجرو بلال رجب أو أشهر الحرم أفرتي بلود الحرم ما لها هيد بكجرا مركا بشن والله هالمانسية هاي عبادة الحل جل هالمانسية هاي لا سميانا ويكفض لبلنتا اللي مدة كله ومركا لبعض الرسول كوحيد وبالأعماش الله كريال ربي وحنا جعله أنا الصومن إن عمل كيجا الله كريال أيان جعله أعماش أفري لبعضن كسا ربي والله كريالا صلاة عصر إيا صلاة الصباح أي ملائك يسبدلان الله نووي ديا سيد وطاقتين داد كيغي سيد كغتي مادين وحيدا أن تركناهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون إيهو تكنا وطاقنا إيهو تكنا وانكسو طاقنا أسبوعي أما تضبات كينا هبين كجمعة أه oo maalinta jumcada la tukado habeenimadeeda ka horeysa oo habeenka jumcada la yiraahdo ayaa acmaasha rabbi iyadana loo koryeela sanadkiina bishan shacbaan baa acmaasha loo koryeela hadaba habeen ka 15ka ay tahay bisha shacbaan waxaa jira ahadiis tusinaysa in habeen kaana si gooni ah loo cibaadeysto maalinteedana si gaar ah loo soomo arintana waa daciif iyo mowduuc ahadiidda ku soo aroortay wax la qaadan karana kuma jiro waxa sas sugan in habeenka uu 15ka bishu tahay uu yahay habeen fadli leh soon iyo cibaado laguma gooni yeelin laakiin fadli baa lagu sheegay oo rabbi wuxuu fiiriyaa ya talicu allah wuxuu taalaacdaa uu fiirsadaa dadkiisa dhammaan khalqigiisa uu dhaafaa إلا قفك مشاحنك أما مشرك أموغي قفك الله عبادة عدك للو ذاجية إيا قفك قفك لوحك لرحيو قلبك حمانك هاي أو مسلمين تا حمان وهي إساقنا الله مرافو وسيد حديثك كلا رسول كلها الباب بدا الجنة وحالة فرا خميس تا إثنين تا وحان الله رافا قفك استا إلا لبقف إياق وحك لرحيان وحال لي يسوغ إلا أي سوه شيان هلو كاديو waxa kale oo jira in dadku habeenka 15ka ay ilaadaan wa habeen leelatul xugum baa la ilaadaa wixii dhalan lahaa wixii dhiman lahaa wixii guursan lahaa wixii wax noqon lahaa oo dhan baa habeenka la kala maamula arintaasina waa arin iyada nafteedu aan jirin oo habeenka leelatul xugumka wa habeenka leelatul qadriga wuxuuna ku jiraa bisha ramadaan inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna munzirina fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursalin bi rabbil ayyi marka habeenkaas waa habeenka bisha رمضان كجرا بشان شعبان شن إيا طبانك بهورا هدير رمضان مالين تلح إيا طبانك لقارو قف أن سو سومي جرين إنو صوم بالله والله ما أقولا oo rasuulka nahyi ba arinta ku soo aruray wuu diiday laakiin qofkii soo soomi jiray ama qofkii isniinta iyo khamiista soomi jiray ama kii ayaamul beedka maalmaha aad 13ka 14ka 15ka bilaha hijriga soomi jiray ama qofkii maalinta soomi jiray maalinta 4 jiray iyo way sii wadan karaan ilaa bishu ay ka dhamaato dadka qadaha lagu leeyahay ha ka faa'iideystaan bishan shacbaan aisha radiyallahu anha waxay leedahay kan yakuunu calayya siyam soom baa lagu lahaan jiray rasuulka ayaa joogi jiray سيدا استراد القضاء الدب يودي جنجرتي لكن بيش الشعبان هدين لقارو عدنا إلا السوغة ماها مركا قفك استوى قضاء لقولها أو عذر دارو أفري سنة كي هرا أو هد عذر دار كيسي كبحي أو حال دي سعادي كسو نقطي وإنو صومو قفكي أنسوبين آثم بو نقونا يا إيا الدنبيل ربي إنو عقابي إنو عفيا الله بضا الله أيا أطال الله إلهي سبحانه وتعالى إنو أون نبط قبنا
هين قرسي رمضان إلى هين رمضان هين سو قرسي ربي أعماش إن الله هين أقبله توبة ذن هلو وذا جيت سو استداد يدير قرون بش رمضان هلو قلو وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.